معكم إيمان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو آخر. هذا النهار مات غادي نشارك معكم بالملابس اللي توصلت بها من شيئين. كانوا بعض البنات اللي صيفطوا لي ميساجات ولا خلاو لي تعليق قالوا لي شاركي معنا المنتجات اللي خديتي من شيئين في هذه الوقيته ديال البرد. وطبيعة الحال من الزهر ديالكم كانت شيئين صيفطت لي باش ندير معاهم كولابوراسيون. في الصراحه في الاول كنت حبست لانهما كيعطيو لك يعني واحد التاريخ محدد فاش تحطي الفيديو. انا مع بيبي صغير ويعني ما كانش عندي الوقت مناسب، وحتى فاش كنت حامله ما مهم ما قلت بلاش غادي نحبس حتى ان شاء الله نولد ونسالي ويكون عندي الوقت، وديك الساعات غادي نعاود نرجع مع شيئين ونشارك معكم حتى المنتجات اللي كناخذ عندهم، لان الصراحه عندهم بزاف ديال الحوايج زوينين، ماشي كلشي ولكن عندهم بزاف ديال الحوايج زوينين. غادي نخلي لكم حتى واحد الكود ديال خصم كنتمنى تستعملوه، غادي يعطيكم فيه 15% ينقص لكم زعما 15% من الثمن اللي غادي تكونوا خديتو به الحوايج. و بالنسبه لليان اولا بالنسبه للصفحات فين غادي تلقاو هاد الملابس، فانا غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، لان شيئين كيقول لك ضروري ما تخليهم في صندوق الوصف، ولكن غنخليهم لكم في صندوق الوصف وغنخليهم لكم حتى في التعليق الاول في الفيديو بالنسبه للسيدات اللي ما كيقدروش يوصلوا لصندوق الوصف. وبالنسبه للناس اللي اول خطره غادي يكتشفوا القناه ديالي ما تنساوش تنضموا للقناه الا عجبتكم وعجبكم المحتوى ديالها بطبيعه الحال. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا ليا جيم ويلا بينا نبدا معكم البنات باول منتج. هو هذا الصاك هذا عطاوه ليا صيفطوه ليا زعما مع هذا الخنشه هادو. بالنسبه لهاد الخنشه البنات راه كيحافظوا على السكن، الى يعني السكن كتقدري حتى ديري فيهم صبابط الا كنتي باغيه تسافري. المهم انا نجي معكم للصاك هذا هو المهم عندنا. بالنسبه للصاك البنات فالجلد ديالو كما كيبان لكم راه رطب، يعني ماشي داك الجلد القاسح، بالعكس الجلد ديالو رطب فيه شويه ديال الريحه، ما نكذبش فيه شويه ديال الريحه. هنايا كما غادي يبان لكم الخياطه ديالو بانت ليا غزاله. الصاك كيجي كتقدري تهزي على هكا يعني بجوج، اولا كتقدري تهزيه بحال هكا. بالنسبه لهاد يعني هاد الجولد ديالو ولا الذهبي ديالو فهو غزال، كيجي بحال ذهبي شويه قديم غزاله البنات. الذهبي ديالو ما كيبانش معيق. هنايا في اللور فيه واحد الجيب، وبالنسبه لهنايا فغير كتوركي على واحد البطونه هذه وكتجبدي هكا كيتحل. بالنسبه للداخل ديال الصاك ففيه جوج يعني جوج جيوبه فين تحطي هما اللي كاينه، ما كاين حتى شي حاجه زعما فيه ما فيه زعما السنسله. ونفس الشيء كيفاش كتسدي. واللون ديالو انا خديت في هذا البيج لان عندي الصباط كنت شاركت معكم لي بوط خديتهم في سينا في البيج، ما عندي حتى شي صاك اللي غادي يجي معاهم فخديت هذا اللون. كاين عندهم بزاف ديال الالوان، كاين في الكحل كاين في الخزي كاين بزاف الالوان في الكراميل وغزال ديال الكراميل والكحل فن. غير انايا كما قلت لكم خديت هذا اللون هذا لانه ما عنديش، وغادي يبان لكم راه بالصباح وانا كندير ليه هكا يعني ماشي داك الجلد اللي كيجي قاسح، بالعكس الجلد ديالو. وهنا البنات نجي معكم من هذا المنتج هذا اللي خديت. خديت هذه القميجه اللي كتجي قميجه بحال مونطو. هي صراحه ما نقولش لكم غليظه وسخونه بزاف، لا خفيفه، يعني تقدري تلبسيها في الوقيته ديال البرد مع كل مونطو، ولكن ماشي ديك الوقت فاش كيكون ديك 3-4 في الحراره، لا ما يمكنش ضروري ما خصكش جاكيطه سخونه، غير بعد الخطاب بحال هكا كتكون ديك 10-11-12 المهم ديك حتى 7-8 تقدري تلبسيها مع شي تريكو سخون كون مونطي ماشي مشكل. ولكن يعني باش تحسبيها بانها جاكيطه لا. كما كيبان لكم راه جات طويله. بالنسبه للملابس كاملين البنات فانا صبنت ومدرتهم في النشافه باش نعطيكم الراي ديالي بصراحه. هنايا خديت الماط ال لان في الاولين الى عقلتو في واحد الفيديو كنت درت لابسه فيه قميجه طويله في القهوي، هي الصراحه تعتبر على حسب انها جاكيطه، وانا كنت كنديرها جاكيطه وقميجه بجوجهم. كانوا بزاف البنات سولوني خديتها من شيئين، نفس الشيء حتى هذه خديتها من شيئين، غير هو هذوك خديتهم ام ولكن هذه خديتها ال، لان فاش كنديرهم في النشافه كنحس بهم شويه كيصغارو، داكشي علاش خديت ال باش يلا فاش درتها النشافه جاتني مهم شويه مازال يدين شويه كيجيو طوال ولكن الشكل ديالها مزيان. كما كيبان لكم البنات كتجي هكا طويله فيها جيوبه وفيهم صديفات. بالنسبه للصديفات فهما في الكحل، كتجي زوينه مع سروال جين مع كسوة طويله مع كسوة قصيره، المهم لك حريه الاختيار، بغيتي ديريها كما قلت لكم على حساب قميجه اولا بغيتي ديريها على حساب
جاكيطه. وهنا البنات غادي نجي نشارك معكم هاد البلايزر اللي خديت في اللون بيج. هي صراحه خفيفه ماشي سخونه، يعني ماشي الوقيته ديال البرد، هي خفيف خفيفه. كيجي هنايا تجيب غير ديكور، وبالنسبه لهنايا فيها جوج صديفات، وهنايا جوبه. بالنسبه لليدين ما فيها حتى شي حاجه، يعني حتى شي حاجه سبيسيال ولا شي صدايف. وهنايا في اللور فيها هاد الفريقه بحال هكا. شوفوا هي الصراحه كتجي اوفر سايز، يعني الا كنتي غادي تاخديها فمن الاحسن تاخديها في الماط ديالك، اولا الا بغيتيها زعما تجي لك اوفر سايز خديها في الماط ديالك. بغيتي تجيها تجيك نيشان خديها في الماط صغير. انا خديت ام الماط ديالي لانني بغيتها تجيني اوفر سايز. كيعجبوني هاد البلايزر اللي كيجيو زعما اعراض، كيكون الشكل ديالهم شويه بحال ديال الرجال، هما اللي خارجين بزاف دابا لا مود، هما البلايزر اللي كيجيو اوفر سايز. وبالنسبه للون ديالها كما كيبان لكم فهو بيج شويه غادي، اللون ديال يعني شويه كريمي. شنو نقول لكم، حتى هي فاش صبنتها ونشفتها ما قصرت ما والو، بقات كما هي. شويه اللي ما عجبنيش هو هنايا عندهم شويه ديال لي زيبوليت وانا عندي الكتف ما تيعجبونيش لي زيبوليت، ولكن ما عرفتش نقدر نخليهم نقدر نحيدهم. من غير هكا البنات ما فيها حتى شي ديفو، بالعكس غزاله فنه في اللباس. تقدري تلبسيها مسدوده اولا تقدري تخليها محلوله اولا تقدري ديري ليها تصمطه الا بغيتي، لكي حريه الاختيار. غادي معكم منتج الاخر هو هذا تريكو، كما كتشوفوا كيجي بحال كسوه، كيجي طويل. بالنسبه للدين ديال البنات غزال حتى هو راه نفس الشيء، صبنتو ودرتو في الشفه ما نقص فيه حتى شي حاجه، بقى كما هو. وبالنسبه لهنايا في التحت ف فيه بحال مشرق كما غادي تشوفوا، كيعطي منظر زوين في اللبسه وما كيبانش زعما في واحد اللون. بالنسبه للماط اللي خديت فيها البنات، فانا خديت الماط ام وجاتني نيشان، هي هذيك زعما ماشي كبيره ولا حتى شي حاجه، بالعكس جاتني نيشان. بالنسبه لهاد الالوان بحال هكا الزرق داك الغوز، غوز فوشيا وداك الخضر اللي كي يعني كيكون كيبان من بحال ديال مالي بحال ديال مالي الباركينغ، يعني كيبان من بعيد. هما الالوان اللي خارجين في هاد الوقيته ديال البرد لاموند، يعني ماشي بطبيعه الحال كتلبسيهم من الفوق حتى لتحت، غير واحد القطعه بحال هكا صاك اولا تريكو اولا بودي اولا، يعني غير واحد القطعه اللي كتكون في داك اللون المشع وما تبقى كتلبسي لون موحد. داكشي علاش خديت هاد اللون الازرق، صراحه عجبني الغوز والزرق خديته، يعني خديت هاد الالوان نقدر نلبسها في البرد، ولكن داك الخضر اللي كيفلاشي بزاف ما قدرش نزعم عليه. ما نكذبش عليكم كتعجبني الموضه وكيعجبني اللبس ولكن ما قدرش نزعم عليه. بالنسبه لهاد التريكو كما قلت لكم فهو كيجي طويل، تقدري تلبسيه مع كولون تقدري تلبسيه مع كسوه، المهم لك حريه الاختيار انت تختاري معاش تلبسيه. و يعني الصوفه ديالو ماشي سخونه البنات، الصوفه ديالو راه خفيفه، يعني ماشي داك الصوفه اللي كتجي سخونه. ومهم الشكل ديالو تجي معكم البنات هنايا الحب قلبي هو هاد البلايزر، هادي كتجي كما غايبان لكم الشكل ديالها. بالنسبه للالوان اللي فيها فهي فيها الاحمر والزرق وشويه ديال الماغون والبيض طبيعه الحال. وبالنسبه للصدافي فهما في النقري، كيجيو هنايا في اليد ثلاثه، وهنايا كما غايبان لكم جوج لهاد الجيب و المهم ثلاثه لهاد الجيب ثلاثه لهاد الجيب، كتجي مسدوده واولا كتخليها محلوله اللي بغيتي. وهنايا كاين واحد الجيب. وبالنسبه للصدايف نعاودوا لهم الخياطه لانه يقدر يطيحوا. الموديل ديالها غزال البنات، هذا الموديل هذا اللي كيكون داير بحال ديال شانيل، فهو ما عمره كيموت، كيبقى دائما، يعني دائما كيبقى وقت ما لبستي، يعني ماشي تقولي غادي نلبسو واحد الوقيته وغادي تسالى الموديل ديالو، لا بالعكس كيبقى دائما. بالنسبه للماط اللي خديت فانا خديت ال نفس الشيء، فاش يلاه جبت يعني يلاه وصلتني ولبستها حسيت باليد ديالها شويه طويله، ولكن فاش صبنتها حسيت باليد ديالها شويه قفزات، يعني وبقات كتجيني مزيانه. بالنسبه لهنايا في اللور البنات راه ما فيها حتى شي فتحه حتى شي حاجه، كتجي حتى هي كما قلت لكم تقدري تلبسيها مع بزاف ديال الحوايج، مع السروال، مع يعني تقدري تلبسيها محلوله تقدري تلبسيها مسدوده تقدري ديري ليها الصمطه، لك حريه الاختيار. والشكل ديالها البنات غزال غزال غزال، هذه بزاف حمو. وهنا البنات غادي نجي نشارك معكم المنتج، مازال باقي جوج الحوايج المنتج السادس هو هذا، هاد القميجه اللي خديت كما غتبان لكم قصيره، خديتها في اللون ابيض، الديفو الوحيد اللي فيها كما غيبان لكم كتبين. بالنسبه للدين فهي كتجي فيها لاستيك بحال هكا،
الشكل ديالها غزال بالنسبه لهنايا الكول حتى هو غيبان لكم فيه بحال كشي كيشات. هنايا في اللور راه كتجي بالصدفه باش كتسد. من غير الا كنتي غادي تلبسي معها يعني لتحت غتلبسي البودي نيود وغادي تلبسيها من الفوق بطبيعه الحال. ضروري بالنسبه حنا يعني اللي دايرين الحجاب او اللي دايرين السيف ضروري ما خصنا نلبسوا معها شي حاجه من الفوق. انا اختاريتها باش غير تكون واجهه الا غادي نلبس معها بليزر ولا شي حاجه. بالنسبه حتى هي صبنتها البنات ودرتها في الماكينه يعني في النشافه ما طرا لها حتى شي حاجه بقات في الشكل ديالها. الماط اللي خديت يمكن خديت الال حتى هي خديت فيها الال. كما كنقول لكم البنات ما كيعجبنيش ناخذ الحوايج اللي كيجيو مزيرين، كيعجبني دائما ناخذ شويه الحوايج اللي كيجيو 90. صافي هادشي اللي غنقول لكم عليها، ما فيها حتى شي ديفو من غير بانها كتبيد. وهنا البنات هذا المنتج ما قبل الاخير وهو هاد السورفيت. هذه سخونه البنات، سخونه كما غايبان لكم راه سخونه من الداخل. كتجي هي مع السروال ديالها، السروال ديالها كاين في التحت كما غايبان لكم في الصوره. بالنسبه لهذه البنات فالتوب ديالها غزال كما سخون، كاين فيها بزاف ديال الالوان. انا اختاريت هذا الموف، مهم حتى الموف راه خارج لا موف بزاف هاد العام، وانا ما عنديش بزاف الحوايج ديال الموف يلاه بديت كناخذو. وكما قلت لكم هذه يعني تلبسيها ضروري ما تلبسيها وتلبسي مع الجاكيطه الا كنتي غتخرجي لبرا، لان هنايا كتجي شويه طويله يعني شويه كتخبي ما كتخبيش بزاف. الديفو الوحيد اللي درت خليت فيها المات ام، كان عليا ناخذ فيها المات ام لانني فاش صبنتها حسيت بها شويه يعني شويه قفزات، لا من هذا البولو لا من السويتشيرت لا من السروال. حتى السروال من عند صمت حسيت به شويه يعني شويه تزير. كما قلت لكم صبنتهم ودرتهم في النشافه، عم نقول لكم صبنتهم ودرتهم في النشافه حتى يسال الفيديو. يعني الا كنتي غتاخديها وبغيتيها تجيك شويه زعما شويه وافيه فخدي المات ال، الا بغيتيها تجيك نيشان خدي المات ام، لان فصبنتها وكما قلت لكم تجمعات واحد شويه. الشكل ديالها غزال بالنسبه الا كنتي غتلبسيها الا بغيتي تخرجي ولا غادي تدي الدراري للبارك اولا غتمشي تجيبي الدراري للمدرسه فهي عمليه. اخر منتج اللي خديت هو هاد الفريشه هادي ديال كوفرلي ديال السرير. خديت هاد الموديل هذا اللي داير بحال هكا كما كيبان لكم في الصوره البنات. الشكل ديالو غزال بالنسبه للون ديالو فهو فيه البيج وفيه الابيض. الشكل ديالو البنات غزال، هاد الشنتيفات هادو غزالين يعني ما كيطيروش باقي في بلاصتهم. الشكل ديالو فن، هو كيتحسي به شويه بارد ولكن ماشي بارد. كوفرلي يعني الغطاء ديال كوفرلي ضروري ما خصك تخشي فيه يعني كوفرلي باش يكون سخون، اما هو راه خفيف. وبالنسبه للخدمه البنات فالخدمه بانت ليا زوينه متقونه يعني ما كاينش فيها حتى شي حد يعني ما فيهاش حتى شي ديفو. وحتى بالنسبه لهاد المخد حتى هما راه بانوا ليا يعني وافيين، شويه غادي يبان لكم شويه طوال ولكن الشكل ديالهم زوين. حتى بالنسبه للثمن ديالهم الصراحه زوين، وعلى ما اعتقد غادي يوليو هما المسند الرسمي ديالي هاد شيئين فاش عجبني هاد يعني هاد لونسوم اللي خديت. فكنظن هما اللي غيوليو المساند الرسمي ديالي ان شاء الله من هنايا للقدام. بالنسبه للافريشه هنا البنات غادي نكون وصلت معكم لاخر ديال الفيديو، ما تنساوش تستعملوا الكود ديال الخصم اللي عطيتكم. وشكرا لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.